يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كومدوغ. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية زين الدار، مجمع أريج، ماني، سفيد للمياه المعدنية، وتيكستي تاك. كيفاش كنا نديرو من قبل؟ كوندور، بروني فوتر انفول. أناقة، جودة، تصميم عصري وتقليدي، منتوج 100% جزائري. زين الدار تعرض عليكم أثر يوالم الذوق ديالكم باش تستقبلوا ضيوفكم في قعدة زينة وحلوة. حوايج الإناث، هدية الأمين، لعبة لشيماء ومحفظة شاكيب وحذاء تاني اليمة، ويخصني المكياج وطقم الأواني للضيف. وين راح نلقى هادو كامل؟ أريج يوفر لك كل طلباتك بالجودة والسعر اللي يولك. أريج، التسوق للجميع. دائما في الدل تعملين، أنت القدوة بصبرك وعزيمتك تزيدنا إعجابا بك. بالشجاعة والشهامة تحديت الزمن وتجاوزت الصعاب. أنت التي تزدهر، تنحني ولا تنكسر. نحن اليوم أمامك لنذكرك بجمالك، بحبك وعظمتك. شكرا لحرات الحرائر الجزائريات. مارغرين ماني. ماء سفيد طبيعي غني بالأملاح المعدنية والبيكربونات. ماء سفيد للعائلة مفيد. شركة تيكستي تاك للمصنعات المنسوجة والغير المنسوجة تعرض عليكم منتجاتها المتنوعة بمعايير عالمية. وسائد صحية ومريحة منشف بألوان زاهية، ومنتجات أخرى ذات العلامة الشهيرة لينيا. لينيا ليا وللعائلة. عليكم مشاهدينا الأكارم. إذن الحاج الميرود، المثل يقول الشر ما يظلم حد غير اللي جابوا الراسه. يروح يزورهم بالقلب، خلش المحبة في الله. أحمل المجدوب، لأن سكان الغرب الجزائري هم يتكلموا بكثرة لأمثال عبد الرحمن المجدوب. بالله كشغل تصبر عاوديه ولي تشوف باش نروح معه ديرك. صح، بس تباني مليح. مش إذا مربتش الراس ديرك. تواجد اليوم بمدينة من المدن الجزائرية وهي مدينة الزيانية. أمس الخير عليكم مشاهدينا الأكارم. اليوم رح نتواجد بمدينة معروفة، هي مدينة من المدن الجزائرية معروفة بعاداتها وتقاليدها، وخاصة هي معروفة بالشربات تشينا والزلابية. أكيد عرفتوا شكون هي هاد المدينة. إذن هي مدينة بوفاريد. حطينا اليوم ريحاننا كذلك باش نشوف ناس هاد المدينة إلا مازال عندهم ارتباط بالأمثال والحكم ولا لا لا. وإلا حبيتوا تشوفوا اليوم شكون راح يفوز معانا ويعرف مثل اليوم، ما عليكم اليوم غير تبعوني. مدام شكون معنا؟ مدام جوهر بوفاريك. مدام جوهر بوفاريك، الله يبارك، الله يعيشك. مدام جوهر، ناس بوفاريك معروفين، يعني احنا كي نقول بوفاريك معروفين، ما نقولش بوفاريك الشربات والزلابيه. لا لا، تشينا بزاف اجات، فيها بزاف حوايج، بزاف حاجات. صح، آه. اذا احنا نعرف باللي سكان مدينه بوفاريك يتكلموا بالمعاني. صح، بالامثال والحكم.
احنا جنا عده ولايات، كل ولايه عندها الامثل والحكم يعني متشابهين لعبد الرحمن المجدوب، ولكن تتبدل برك في اللهجه، كل واحد يتكلم باللهجه نتاعو. انا اليوم عندي مثل، انت عندك مثل تعرفي بعض الامثال؟ بيان سور، عطينا مثل من الامثله. احنا الاولين نقولوا حنوني، ايه هذوما صح بليدي حنوني، ايه وثاني تقول عاونوني انتوما ثاني. كيف 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 ايه نقولوا كل نفوس عندهم مو غزال، بيان سور هادو من بين الامثله. ايه صح. اذا احنا اليوم عندنا مثل، رايحه نعطي لك نصف المثل ونكمل النص اللي بقى. عرفتيه؟ تدي معنا لو سمارت فون مهدى من مؤسسه خونتا. المثل يقول يا صاحب كن صبار اصبر على ما جرى لك. يا صاحب كن صبار صبر على ما جرى لك، كملي لي اللي بقى. ما نعرفش عرفتيه؟ بوفاريك تكلموا هكذا. بيان سور نقولوا هذا المثل يا صاحب كن صبار، يعني الانسان اللي يقول لصاحبه اصبر. اصبر يا صاحب كن صبار اصبر على ما جرى لك. صبرين يعني صبرين بالك ما صبرين ليه، حنا نقولوا صبر صبرين لا تنال مع التالي صبرين صح. ولكن كملي لي هذا المثل. هيا جوهر هيا هيا قلتي لي احنا بوفاريك انا والله العظيم بوفاريك ازلابيه هاي وين تما ابا كنت خمي غير شويه. يا صابر كن صبار اصبر على ما جرى لك. والله العظيم واش نقولوا ما عرفتيش اش اذا قولي لي واش تقولي الناس بوفاريك الاهل الاقارب الامه المسلمه بمناسبه صح رمضانهم قبل عام الجاي ان شاء الله. صح فطوركم، خلاص فطوركم، صح سحوركم وتصبحي بخير وقع على خير اختي. يوسف انت من بوفاريك؟ بوفاريك صح. يوسف توما في بوفاريك تتكلموا بالامثال والحكم؟ باينه هذه احنا معروفين بالامثال شرات وكاع حنوني مش عارف صافا لاباس بيان. هذو الشرات؟ ايه هذه هما تقولوا لي الشرات تاعكم تاع بوفاريك. تاع بوفاريك شنو هما الشرات؟ حنوني حنوني كاين بزاف. الموفيت 09 احنا كاع بليده. من بعد ديك ساهل. من بعد ديك ساهل هذه شره من الشرات. واش غنزيد؟ من بعد ديك ساهل واش كاين ثما؟ ديجا عليلو كاع كي شايفه. عليلو؟ اه عليلو هذه وشنو عليلو؟ عليلو تاع دارنا شو باين يوري لك كاع الشرات. صح حنايا نعرف باللي ناس بوفاريك معروفين يعني بعده تقاليد و نعرفوا باللي بوفاريك معروفه بزلابيه شربات تشينا فيها بزاف تكلموا بالمعاني. تفضل تكلموا بالمعاني ولا لا يماك ما تتكلمش معاك بالمعاني. منين ذاك؟ ما تقولكش الحرب بالغمزه والبرهوش بالدبزه. هذيك باينه باللي نتكلموا معاك. باينه باللي تقول هذاك اشاك فوا باين باللي دير الطوايش انت. ديرها كحله. المفيد ديالك. حنا اليوم المفيد نروحوا للمفيد التليفون. اليوم عندنا مثل. مش الاول. رايح نعطي لك نصف المثل. وتكمل لي اللي بقى جمله اللي بقات عرفتوا نعطيو لك سمارت فون مهدى من مؤسسه كوندر. ان شاء الله. المثل يقول يا صاحب كن صبار اصبر على ما جرى لك. نكملوا هنايا كملوا يا صاحب. انسان يقول لصاحبه انسان يقول لصاحبه يا صاحب يا صاحب كن صبار اصبر على ما جرى لك. ان شاء الله نربح. هاي اصبر اصبر انت يا صاحب كن صبار اصبر على ما جرى لك. اصبر على ما جرى لك من المحاين. ها من المحاين؟ من المحاين. ايه يصبر على المحاين واش صرالو واجه مشاكل في هذا الزمان. هذيك هي مش عارف هذيك واش عندي هنا ما عرفتهاش. في رايك ذكرني بالاسم تاعك. يوسف. يوسف يوسف في رايك علاش راحوا الامثال هكا ما وليناش نتكلموا بهم؟ يعني احنا جلنا وين نسقسي وما يعرفوش بزاف اما يجاوبنا عليه راجل كبير بكري اما بوكي كانوا يتكلموا بالامثال دوكا هو ما كاينش امثال هذوما. واش هو السبب في رايك؟ شبيبه شغل بلاصه ما بقاش هذه تكنولوجيا هكذايا تليفونات الفيسبوك ما بقاش يبقى يقول له تايا باباك ما يبقى في الواد غير الحجاره خلاص ما عادش تدخل هذه خلاص راحوا هذوك كاع دوكا ديريكت تخرجها لهم بالامثال.
بلا مثال يخرجها له ديريكت ديريكت. صح. واش تقول كل الامه المسلمه بمناسبه شهر رمضان؟ نمسح فطوركم وصحه سحوركم وكل عام وانتم بخير. صحه سحوركم. حنايا الان راه الوحده نتاع الصباح، حنا نقولوا صحه سحوركم. صحه سحوركم. هاي يعطيك الصحه يوسف، ونعطيو فرصه لشخص. معنا الاخ معك نبيل. نبيل بوفاريك. بوفاريك الله يبارك. الله يكبر شيء. الله يسلمك. توما ناس بوفاريك معروفين. ناس بوفاريك معروفين. معروفين بعاداتهم وتقاليدهم. بارك الله فيك. صح. من بين العادات والتقاليد هي أن نعرف تتكلموا أنتم كذلك بالمعاني، بالأمثال والحكم. بالمعاني هذه نحسب كيفاش نتكلموا بالمعاني. بالمعاني. كاين وين في إطار خدمة، وكاين في إطار صحبة، وكاين في إطار خدمة، ما كاش كيفاش نتكلموا بالمعاني. عطينا مثل من بهاد اللي واش راك تقول لي تاع الخدمه وتاع الصحه. كيما نقولوا خدمه، انا خدمه والحمد لله كثر خير ربي. اطار خدمه بالمعنى دخل دراهم، بلا معنى ما دخلش دراهم. وكاين اطار بالنيه دخل دراهم، بلا نيه ما دخلش دراهم. صح. احنا نحوسوا الامثال يعني انا نعطي لك نصف المثل انت تجاوبني على النصف الثاني. من بين الامثال اللي احنا نتكلموا عليهم كاين عده امثال في الجزائر تداول عند الناس يتكلموا يعني بالمعنى. المعنى هذه كانوا ناس زمان بكري يقول كلمه ويخليها كما يقول لك نتكلموا شويه ونفهموا بزاف. صح. هكذا بارك الله فيك. يعطيك الصحه. صح. اذا احنا اليوم عندنا مثل، رايح نعطي لك نصف المثل وتكمل النصف اللي بقى. نجحت معنا مؤسسه كوندور تهدي لك هذا السمارت فون. صح. اذا المثل يقول يا صاحب كن صبار اصبر على ما جرى لك. يا صاحب كن صبار اصبر على ما جرى لك. اصبر على ما جرى لك. يا صاحب كن صبار اصبر على ما جرى لك. صح. تصبر على ألف حاجه. اه صابرين. اعطيني غير زوج حوايج من الالف. زوج حوايج من الالف. صابر ينال. ها ينال. اه ينال. صح. صابر ينال. شغل مليح يطول. شغل مليح يطول هذا مثل من بين الامثال. صح. يقولوا الشغل الطويل الشغل الطويل الشغل المليح يطول. شغل مليح يطول. صح. هذا الشغل المليح يطول كانوا ناس زمان يقولوا الشغل المليح يطول يعني. صح. غير بالعقل حتى لهذاك الحاجه تجي مليحه يعني حتى تجي وحدها كي تنساها تجي عندك. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. اي كمل لي هذا المثل. يا صاحب كن صبار واصبر على ما جرى لك. اصبر على ما جرى لك. كمل لي الجملة اللي بقات. هذا لعبد الرحمن المجدوب. أنا خليك تفكر. صح. ودائما نذكر المشاهد بأن هدفنا من هذا البرنامج هو إحياء تراثنا الجزائري حتى يبقى راسخ في أذهان الأجيال الصاعدة. إذا حنا حطينا ريحانا، أنت تفكر ونقول للمشاهد حطينا ريحانا بعدة ولايات في الجزائر. لحد الآن نظن بأن قمنا ب 25 يعني ولاية جلناها. جل الولايات نشوف بأن الشباب يجاوب إما بجوجل وإلا الكبار. يعني هنا نشوف باللي وصلنا النتيجة واحدة وأن الأمثال زالت يعني ما بقاتش بزاف كما كانت. السيرة تتحسن. لا ماهيش تتحسن كي تروح الأمثال. صح. احنا نشوف بأن احنا دولة مستقلة، والدولة المستقلة عندها عاداتها وتقاليدها وتراثها لازم تحافظ عليه. هذا نوع من التراث الجزائري، تراثنا الجزائري اللي لازم نحافظوا عليه. يا صابر كن صبار واصبر على ما جرى لك. اصبر على ما جرى لك. صح. يا صابر كن صبار. يا صابر كن صبار واصبر على ما جرى لك. اصبر على ما جرى لك. صح. كمل لي النصف الثاني. نصبر على ألف حاجة وحاجة. نصبر على ألف حاجة على ألف ألف واش راني متمني. ونصبر كيما نقولوا واش نقول لك نصبر كيما نقولوا مانيش غير وحدي صابر، ألف واحد صابر. لا صابرين وخلاص. صابرين. معليش حنعطي فرصة لشخص آخر. معليش. بهذه المناسبة واش تقول للأمة المسلمة؟ صحة سحوركم وصحة رمضانكم، وكل عام وأنتم بخير. وفي وعيدكم بالصحة وهنا رمضانكم بالصحة وهنا رمضان يروح ويجي، وغير الإنسان اللي يروح ما يوليش. ومترافدين كما نقولوا ماذا بينا نوكلوا ويوكلونا ونمدوا ويمدونا نسافروا ويسافرونا ونروحوا ويجوا لينا. وهذه هي. والله يكثر الناس على الناس، والله يكثر الناس اصحاب الخير، والله يكثر مالين الخير، وربي يعاونك وملاقاة الخير الله يعاونكم. الله يسلمك. صحة سحورك. صحة سحورك.
عندك صحه سحورك حتى تكمل معنا. ماشي مشكل. اي شكون معنا الاخ؟ عبد الحق. عبد الحق من بوفاريك. صح عبد الحق، نشوف احنا باللي بوفاريك احنا كل عام نقوم بهذه الحصه. مرحبا. يعني كل عام ينجح معنا واحد من بوفاريك، عمر ما خرجنا من بوفاريك وواحد ما مثلش ناس بوفاريك. اذا احنا ماذا بينا اليوم نخرجوا، راهي الوحده وخمسه تاع الصباح، احنا ماذا بينا نخرجوا اليوم من بوفاريك على الاقل يكون شاب ولا شخص يمثل مدينه بوفاريك. احنا اليوم عندنا مثل، رايحه نعطي لك نصف المثل وتكمل لي النصف اللي بقى. نجحت معنا مؤسسه كوندور تهدي لك لو سمارت فون ان شاء الله. اذا كما سمعتنا قبل ما نبداو تتكلموا بالامثال والحكم ولا لا؟ شويه في الدار تتكلموا بالامثال والحكم. اعطينا مثل من بين الامثال اللي تتكلموا بها. راحوا لك راحوا تلفوا. اعطيني خوك خوك لا يغرك صاحبك. خوك لا يغرك صاحبك. كل خنفوس عند امو غزال. اه والله. ها زيد صحيح صح، ما يبقى في الواد غير حجارو. نهضروا شويه ونفهموا بزاف. هما كاينين كاين عده امثال لافاني شويه لافاني. يعني الامثال اللي تتكلم بها يعني في الشرق الجزائري بكثره يتكلموا بامثال بن هدوقة لانه هو من برج بوعريرج، وكذلك عبد الرحمن المجدوب هو من الغرب الجزائري، يعني يتكلموا كذلك بالامثال والحكم. اجتمعت كل الولايات في الجزائر على الامثال والحكم، ولكن كل ولايه تختلف. هذا يتمثل فيها نعطيك مثال. تختلف الولايات في اللهجه واللكنه. يعني كل امثله يتكلموا بها. انا عندي اليوم مثل لعبد الرحمن المجدوب. رايحه نعطي لك نصف المثل وتكمل لي النصف الثاني. نجحت معنا مؤسسه كوندور تهدي لك بالسمارت فون. إذن المثل يقول: يا صاحب كن صبار واصبر على ما جرى لك. يا صاحب كن صبار واصبر على ما جرى لك. هذا المثل يقال للإنسان اللي عنده مشاكل ولا واجه مشكلة كبيرة عويصة، يجي الإنسان صاحبه ولا أي واحد يواسيه يقول له: يا صاحب كن صبار واصبر على ما جرى لك. يكمل لي النصف الثاني. واللي عنده الجواب يحتفظ به حتى يجوز معنا وينجح معنا ويدي له سمارت فون هذا. معليش احنا نعطي فرصه لشخص اخر. واش تقول للامه المسلمه لاهل الاقارب بمناسبه شهر رمضان؟ نقول لهم صحه افطاركم وصحه رمضانكم بمناسبه الشهر الفاضل وصحه عيدكم على فونس. على فونس يعطيك الصحه. احنا نقولوا لك عبد الحق الله يعطيك الصحه بارك الله فيك. في رايك علاش الامثال زالت هذه؟ باسكو في شغل راه جيل وداج جيل. يعني تغلبت التكنولوجيا. اي والله. شغل جو هي من التراث الجزائري، يعني تشوف بلي التراث تاعنا بدا يروح. في رايك واش هو الحل اللي نقدروا نحافظوا على هذا التراث؟ الحل هو شغل نقيدوا بالعادات التقاليد تاعنا. تكون مبادرات كمبادرات الاعلام يتحرك يعني شويه ويقوم بهذه المبادرات. احنا في خدمة المواطن إن شاء الله نقدر نقوم بمبادرات كهاته حتى نخلي تراثنا ونحافظوا عليه كأي دولة مستقلة إن شاء الله. يعطيك الصحة الأخ ونقول لك صحة سحورك. الله يحفظك. بارك الله فيك. شكون معنا الأخ؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن من بوفاريك. عبد الرحمن تتكلموا في البيت بالأمثال والحكم ولا لا؟ شوية شوية. شحال في عمرك عبد؟ 16 سنة. عبد الحق. عبد الرحمن عبد الحق جزمة. خير الاسماء ما عبد وحمد. انا يجوز غير معي غير عبد الرحمن عبد الحق. صح عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن. اذا عبد الرحمن انت تقرا في المتوسط. ثانوية. ثانوية اولى ثانوية. الله يبارك. قريت الامثال والحكم شوية. انا ادبت ونقرا غير هذا اداب في اللغة العربية. نورمال اداب تقرا الامثال والحكم. شوية. عطينا مثل من بين الامثال هكذا اللي تقول. تقول يد وحده ما تصفق. يد وحده ما تصفق. صح. عبد الرحمن انا عندي مثل رايح نعطي لك نصف المثل واذا جاوبت معنا صحيح تكمل لي النصف اللي بقى، واذا جاوبت معنا صحيح مؤسسه كوندور رايحه تهدي لك هذا لو سمارت فون. إذا المثل يقول: يا صاحب كن صبار واصبر على ما جرى لك.
عاودي هولي. يا صاحب صبر، يا صاحب كن صبار واصبر على ما جرى لك. يا صاحب كن صبار يا صاحب على ما جرى لك. كملوا كمل لي وربي يفرج عليك ويفتح لك باب. هذه المعنى، هذه راك انت راك تحلله لنا، يعني المعنى نتاعو صحيح، ربي يفرج عليك وبعد يقول لك بعد العسر يسر. ها ما كاش انسان واجه مشكله وما تحلتلوش، هذه اكيد منها، لان ربي سبحانه يعطي لك المشاكل في الدنيا ويجربك ومن بعد ربي يفرج علينا. حتى وانسان ما يعيش المشكله طول يعني حياته. كمل لي النصف الثاني. يا صاحب كن صبار واصبر على ما جرى لك وربي ربي يفتح لك شو المشاكل. شغل طول واحد كي صبار تعرف المثل ولا تعرفوش؟ إن الله يحب الصابرين. الله يحب الصابرين بيان سور. تعرف المثل ولا تعرفوش؟ سمعته ولا ما سمعتوش؟ جامي سمعته. كنت دخلت فيسبوكي ولا تجوز على الأمثل ولا جامي؟ جامي. تشوفهم بالصح. يخرجوا لك هكا من داك أمثال وحيكا مقاولة مين لا هذاك قليل وين نلقى الناس حاطينها انت من بعد تزابيها تجوز عليها. عادي ولا مرة تانية. يا صاحب كن صبار صبر على ما جرى لك. يا صاحب كن صبار صبر على ما جرى لك. وربي يحلك شو المشاكل. شخص آخر ما صبتوش، إذا واش تقول الأهل والأقارب أصدقائك الأساتذة بهذه المناسبة، مناسبة شهر رمضان؟ صحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحيتكم و يعطيك الصحة. يعطيكم Condor, prenez votre envol. Anaqa, Jouda, Tasmim Asri wa Taqlidi, Mentouj 100% Jazairi, Zinedad, Ta'rad alaykoum athar, Yewallem dawq dialkoum, Bach tistaqblou dhuyoufkoum, Fi qahda, Zina w Hlouwa. مجمع أريج التجاري للتسوق العائلي يرحب بكم. هنا نلبي كافة احتياجاتكم المميزة، ملابس وأحذية للرجال، للنساء والأطفال، جناح خاص بالرضع مع خدمة توصيل إلى منازلكم. عائلة أريج 13 سنة خدمة وخبرة، ويبقى التسوق للجميع. دائما في الظل تعملين، أنت القدوة بصبرك وعزيمتك تزيدنا إعجابا بك. بالشجاعة والشهامة تحديت الزمن وتجاوزت الصعاب، أنت التي تزدهر تنحني ولا تنكسر. نحن اليوم أمامك لنذكرك بجمالك بحبك وعظمتك. شكرا لحرات الحرائر الجزائريات. مارغرين ماني. ما أسفيد طبيعي غني بالأملاح المعدنية والبيكربونات. ما أسفيد للعائلة مفيد. شركة تكستيتاك للمصنعات المنسوجة والغير المنسوجة تعرض عليكم منتجاتها المتنوعة بمعايير عالمية، وسائد صحية ومريحة، ما نشف بألوان زاهية
ومنتجات أخرى ذات العلامة الشهيرة لينيا. لينيا ليا وللعائلة. الاخ شكون معنا؟ حامد ميت بس. حامد تمت بس واش راك دير هنا في بوفاريك؟ خدام هنا في بوفاريك. خدام؟ خدام هنا؟ واش تخدم؟ نخدم معاه اليوم نخدم كارل فايونس. فايونس؟ الله يبارك. اذا نقدر نقول بان المثل يقدر نقول ينطبق عليك ولكن ماشي 50%. انت راك خليت الاهل والاقارب في تبسة وجيت لمدينه بوفاريك تخدم، خدام رجال سيدهم. اذا انت راك صابر مع ان شهر رمضان اللمه تاع رمضان تكون مع العائله. معليش، اذا حنايا نقولوا لك اليوم عندنا مثل، راح نعطي لك نصف المثل وتجاوبني على النصف الثاني، وقبل ما نبداو ماذا بيا تقول لي احنا ما قدرناش نلحقوا لتبسة. يعني احنا رحنا عده ولايات وكاين بعض الولايات اللي ما قدرناش نروحوا لهم. نستسمح سكان الولايات الاخرى اللي ما قدرناش نحطوا رحالنا فيها، وهذا لضيق الوقت، يعني حتى تشوفونا بان في شهر رمضان نقوم بالعمل تاعنا ومازال ما كملناش. اذا تبسة جات لينا. احنا ما قدرناش نروحوا ولكن تبسة جات. اذا انت تمثل اليوم ناس تبسة ان شاء الله. اعطينا مثل من بين الامثله اللي تقولوهم في تبسة. تفضل معي الكاميرا شويه. كاين امثله بزاف كما يقولوا، العين في ربح العام طويل، اليد الواحده ما تصفقش. كاين مثل في تبسة يتقال بزاف، وش هو المثل اللي يقولوه الناس بزاف في تبسة؟ عندكم مثل يعني معروفين به؟ لا كيما هنا محسوب تكلموا يعني بالامثال كاع كيف. صح. اذا احنا كما قلت لك عندنا مثل اليوم يقولوا المثل يا صابر كن صبار، اصبر على مجرى لك. كمل لي النصف الثاني. ورقد على الشوك حفيان حتى يطلع نهارك. ارقد على الشوك حفيان ولا عريان؟ عريان حتى يطلع نهارك. لان حفيان بالحفه كيف ولكن عريان الشوك يتشك شويه هكذا. صح. عاود هولي يا قلب. صاحب يا صاحب هي نرمو يا قلب كن صبار واصبر على مجرى لك. ورقد على الشوك عريان حتى يطلع نهارك. والإجابة صحيحة. يعطيك الصحة الأخ، تشيقة حارة. إذن حامد اليوم راه يمثل مدينة بوفاريك وكذلك مدينة تبسة. الجزائر كلها كيف تبسة. وإحنا الجزائريين يد وحدة، يعني وعلام واحد، ما نفرق لا بين تبسي ولا غربي ولا صحراوي ولا. احنا كنا جزائريين وعالم واحد ودين واحد ولغه واحده. الاخ يعطيك الصحه بارك الله فيك. واش تقول الناس تبسة وكل الامه المسلمه بهذه المناسبه؟ تفضل معايا. نقول لهم صحه رمضانكم وصحه عيدكم وان شاء الله ربي يتقبلوا تقبلوا منا. يعطيك الصحه الاخ. احنا بدورنا نقولوا لكل السكان، كل سكان بوفاريك نقولوا لهم صحه عيدكم وصحه رمضانكم وكذلك ناس تبسة الى كل الجزائريين. يعطيك الصحة حامد، مبروك عليك لو سمارت فون وصحة سحورك. اليوم كل الأبواب تغلق إلا باب الله. إلى هنا مشاهدينا ينتهي عمر هذا العدد من برنامج قالوا ناس زمان. إذن انتظرونا في نفس الموعد غدا إن شاء الله، أنتم من حول مائدة الفطور. نقول لكم الصحة افطوركم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وأقول لكم
لكم هذا البرنامج برعاية كوندوغ. قدم لكم هذا البرنامج برعاية زين الدار، مجمع أريج، ماني، سفيد للمياه المعدنية، وتيكستي تاك. كيفاش كنا نديرو من قبل؟ كوندوغ، بروني فوتر انفول. أناقة، جودة، تصميم عصري وتقليدي، منتوج 100% جزائري. زين الدار تعرض عليكم أثر يوالم الذوق ديالكم باش تستقبلوا ضيوفكم في قعدة زينة وحلوة. حوايج الإناث، هدية الأمين، لعبة الشيماء ومحفظة شاكيب وحذاء تاني اليمة، ويخصني المكياج وطقم الأواني للضيف. وين راح نلقى هادو كامل؟ أريج يوفر لك كل طلباتك بالجودة والسعر اللي يولك. أريج، التسوق للجميع. دائما في الدل تعملين، أنت القدوة بصبرك، وعزيمتك تزيدنا إعجاباً بك. بالشجاعة والشهامة تحديت الزمن وتجاوزت الصعاب. أنت التي تصدهر، تنحني ولا تنكسر. نحن اليوم أمامك لنذكرك بجمالك، بحبك وعظمتك. شكراً لحرات الحرائر الجزائريات. مارغرين ماني. ماء سفيد طبيعي غني بالأملاح المعدنية والبيكربونات. ماء سفيد للعائلة مفيد. شركة تيكستي تاك للمصنعات المنسوجة والغير المنسوجة تعرض عليكم منتجاتها المتنوعة بمعايير عالمية. وسائد صحية ومريحة، منشف بألوان زاهية، ومنتجات أخرى ذات العلامة الشهيرة لينيا. لينيا، ليا وللعائلة.